العلم نور نافع محجوب عن كل عبد ليس منه يصيب فانشط ولا تقنع بجاهلك إنما بالعلم نفسك ترتقي وتطيب سل إن جهلت وكن بنا متأسيا ها نحن نسأل والحبيب يجيب ها نحن نسأل والحبيب يجيب. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ثم ما بعد، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حديث آخر وسؤال آخر والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة لها مكانتها وأهميتها لأنها تصحح لنا معالم ديننا، تقوم ما نفعله من عبادات أو عادات أو سلوك أو أخلاق نقع فيها بشكل يومي ولكننا نخطئ فيها، ولا بد أن يكون التقويم شرعا. إذن من الحبيب صلى الله عليه وسلم، من الوحيين قرآن وسنة، وهذا في كل أمور ديننا. طيب كيف إذا كان الأمر يتعلق بواحد من أهم أمور الدين، أول الأركان العملية الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل المرء من عمله عن صلاته، فإن صلحت فقد فاز وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وأخسر، خسران راحت خلاص. ولما تروح في ذلك الوقت ليقف بين يدي رب العزة تبارك وتعالى ليسأل عن الصلاة وكانت الصلاة راحت، هل في مجال الإعادة؟ انتهينا خلاص، انتهت الأعمار وجئنا للحساب عن الصلاة التي كان من المفترض أنها تكون 50 صلاة. كان المفترض إيش؟ 50 صلاة. تخيل يا عبد الله، يا من لا تحسن صلاتك ولا تقيم ركوعها وسجودها، إنها بقيت على الحال الذي فرضت عليه فكانت 50 صلاة كما أمر رب العزة تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، ولكن رب العزة تبارك وتعالى خففها علينا لما أوصى موسى حبيبه صلى الله عليه وسلم وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، فأصبح يعود لربه تبارك وتعالى حتى خففت، فأصبحت في الأجر 50 وفي العمل 5. وإنت وهي 5 وبين كل واحدة وواحدة وقت كامل لا تقيم لا ركوعها ولا سجودها، لا تحسن صلاتك، والواحد منا عشان يروح يشتري قطعة أو ديفايس أو أي شيء من الإنترنت يقعد يفتح 20 فيديو أنبوكسينج ويشوف ريفيوز ويشوف مراجعات ويشوف تقييمات. والآن أنا أريد أن تراجع متى آخر مرة فتحت فيديو من موقع معتبر أو من جهة معتبرة لتنظر كيف يصلي المصلي. لو تسمع هذا الكلام وتذكر أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طب إحنا ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قالها لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فنقلوها إلينا، نقلت إلينا صفة الصلاة تماما. هل فكرت أن تنظر إلى صفة الصلاة؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبر أن من يخل في هذا الباب فهو سارق. معقول؟ نعم سارق. وهذا من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه الحارث ابن ربعي في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة من يسرق أو الذي يسرق من صلاته. قالوا وكيف يسرق في صلاته يا رسول الله، أو كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. لا يتم ركوعها ولا سجودها، اللي احنا نشوفه عند كثير منا الآن أبنائنا مسألة نقر الديك، هذه هو قاعد يركع ويقوم ما تستقر. كيف لك إذا علمت أنه لا تتم صلاتك بهذه الصورة ولا يستقيم إلا إذا وضع الماء على ظهرك وأنت راكع فلا يصب؟ وكذلك الحال في السجود. الصحابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه في المسجد فصلى مستعجلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فما صليت، فعاد الصلاة، فقال له صلي فما صليت، فعاد الصلاة 3 مرات. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، ما أعرف غير هذه الصلاة، هذه الصلاة بس اللي أعرفها. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر واقرأ ما تيسر ثم اركع حتى تطمئن بالركوع، فإذا قمت حتى تطمئن قائما، ثم السجود، ثم الجلوس من السجود، ثم تقوم مطمئنا، فافعل ذلك في صلاتك كلها، في كل صلاتك على هذا الحال تكون مطمئن في قيامك. لذلك العلماء قالوا أن الاطمئنان شرط،
النبي صلى الله عليه وسلم ذكره له في القيام وفي القراءة وفي الركوع وفي الجلوء وفي القيام من الركوع وفي السجود وفي القيام من السجود ثم في السجود مرة أخرى ثم القيام. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاطمئنان فجعل هذا الأمر ركنا دونه لم يصلي دونه لم يصلي. والواحد منا قاعد يصلي ومستعجل كأنه ينقر نقر الديكة والبسملة والبسملة. حتى نجد هذا الأمر عند من؟ عند أطفالنا. الآن أطلب من واحد من الأطفال أن يسبح يسبح للسجود أو للركوع سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. خليه يسبح معك. كيف يسبح؟ الغلام هيقول سب 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 صح ولا؟ أولادنا بيقولوا هذا الكلام. ليش بيقولوا هذا الكلام؟ لأنهم سمعونا نقول هذا الكلام. ولكن لو أعطينا الأمر حقه وقلنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ماذا سيقول الولد؟ سيقول سبحان ربي العظيم. ليش هو بيقول سب 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 سب؟ ليش يغرد مثل العصافير؟ سمعك تقول هذا الكلام هذا ما أدركه. وكذلك الحال بعد الصلاة إحنا بنسبح التسبيح لا يفقه. يا هذا أنت تخاطب الملك، أنت في حضرة الملك، أنت في حضرة الله تبارك وتعالى. الإمام حاتم الأصم ورويت عن عصام بن يوسف أنه هو الذي سأله، وفي المسألة التفصيل أبو يوسف حاتم الأصم رضي الله عنه وأرضاه يقول لما سئل عن صلاته قالوا كيف صلاتك؟ قال إذا أذن للأذان أو أذن للصلاة فإذا كانت في يدي مطرقة لا أرفعها، يعني في إيده مطرقة للخلف يتركها والأمام يتركها، ثم إذا مشيت إلى الصلاة مشيت علي السكينة، سكينة وقار. ليش؟ أنت رايح لمقابلة الملك. لو أنت رايح ومستعجل هتوصل بتلهج ستنهج، ما يفهم شيء من صلاتك، ما يفهم من شيء من صلاتك. وحديث الصحابي الجليل أبو بكر النفيع بن حارث لما ركع من أول المسجد ووصل حتى كان يلهف، النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعدو، ما تعيد هذا الأمر مرة ثانية، ما تفعل هذا الأمر مرة ثانية، يجب أن تأتي باكرا. إحنا الآن اللي ضيعنا للأسف للأسف في كل اللهجات، توا مذن لسه مأذن الحين أذن. ليش يا أخي؟ الأذان لمن؟ الأذان لمن؟ الأذان اللي خارج المسجد والإقامة اللي داخل المسجد. أنت معيارك أول ما يأذن تطلع مباشرة على المسجد. لا، إحنا أصبحنا للأسف نربط المسألة بمسألة الإقامة، باقي على الإقامة كذا، باقي على الإقامة كذا. لا يا أخي، أنت معيارك هو الأذان، فإذا أذن وصلت إلى المسجد حتى تمشي وعليك الوقار وعليك السكينة. فإذا وقفت وإذا كبرت كبرت بخضوع أو إذا كبرت كبرت بتحقيق. وإذا قرأت، إيش معنى التحقيق؟ تحقيق أنت متحقق أن الله أكبر، الله أكبر من حياتك، الله أكبر من زوجتك، من أولادك، من معايشك، من كل شيء. ليش الشيطان ما يبدأ يوسوس لك إلا أول ما تدخل الصلاة؟ لأنك جعلت هذه الأشياء أكبر من الصلاة، أكبر من رب العباد تبارك وتعالى. لكن إذا كبرت بتحقيق ويقين مطلق أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل ذلك، لا ستصغر هذه الأمور في عينك. لا أقول أنك أنت خلاص سيكون الأمر منتهي، ولكن سيكون هناك سجال وجدال بينك وبين الشيطان، يأخذ جزء من صلاتك وتغالبه وتعود مرة أخرى للخشوع وللخضوع. فإذا قرأت قرأت بترتيل. ترتيل إيش معناها؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا هو الترتيل؟ لا يمكن، هذه قراءة جريدة وما تقرأ بهذه الطريقة بأي صورة من الصور. وإذا ركعت ركعت بخضوع خاضع لله تبارك وتعالى الذي شرفني كبني آدم، أن هذه الصورة هي ليست صورة الآدميين، الصورة اللي هي فيها الركوع هذه إنما أشبه ذوات الأربع، ولكني لا أذل نفسي وأركع بهذا الخضوع إلا لمن خلقني وأقام صلبي بهذه الطريقة تبارك وتعالى. فإذا وقفت وقفت وقد تمكنت الأمور ووقفت وعادت كل المفاصل إلى وضعها. فإذا سجدت سجدت بخشوع. خشوع ليش الخشوع؟ الخشوع لأنك أنت الآن أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، فلا بد أن تكون خشوع بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا الحال، وإذا وقفت بداية أعلم أني واقف على الصراط، وأن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري وأن ملك الموت خلفي، فلا أدري هل أصلي صلاة بعدها أم لا. ثم إذا سلمت سلمت بيقين، يقين على الله تبارك وتعالى الذي أمرني بهذه الصلاة. ثم بعد ذلك كل هذا الكلام كوم، والكوم الجاي هو المصيبة. ثم لا أدري هل قبل الصلاة أم ألقيت في وجهي. الله أكبر، ألقيت في وجهي هذه الصلاة، تلقى في وجهه، فكيف بالسارقين أمثالنا؟ أسأل الله أن يعيدنا وإياكم إلى الجادة، أسأل الله أن يعيدنا وإياكم إلى هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا وحذرنا وقال أن أسوأ السرقة هي السرقة من صلاتك. لماذا؟ السرقة سرقة الدنيا من مال أخيك، وإذا عرف هذا الأمر وتبت إلى الله تبارك وتعالى ورددت الحقوق أو قطعت الأيادي
مكان هذه السرقة فقد استوفيت الحق في الدنيا، خلاص خلصت، قطعت إيدك، خف العقاب. لكن اللي سرق من صلاته وصل للمحطة الأخيرة، وصل ليوم القيامة، ما الذي يعيده إلا مغفرة رب العباد تبارك وتعالى الذي بيده أن يغفر وأن يتجاوز عن أي شيء تبارك وتعالى. ولكن أنت إذا خضع الأمر لعملك سرقت، بل وقعت في أسوأ سرقة، أسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته، لا تقيم لا ركوعها ولا سجودها ولا تلاوتها ولا أركانها، أيليق؟ لا والله لا يليق، خاصة أن الذي يجيب هو الحبيب صلى الله عليه وسلم ليبين لك من هو الذي يسرق من صلاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقيمون صلاتهم على الصورة المثلى، صورة التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني صلي. وأن يجعلني وإياكم من أتباع هذا النهج النبوي المبارك، وأن يعافينا وإياكم من السرقة، اللهم آمين. وحتى ألقاكم مع سؤال آخر والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم، أقول لكم: دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم نور نافع محجوب عن كل عبد ليس منه يصيب، فانشط ولا تقنع بجاهلك، إنما بالعلم نفسك ترتقي وتطيب. سل إن جهلت وكن بنا متأسيا، ها نحن نسأل والحبيب يجيب، ها نحن نسأل والحبيب يجيب.